الناس انها تحترق ومستعدة ونؤكدها جميعا استعدادنا للاحتراق بعيننا كلنا نحترق بواقع التحريش وواقع الفساد هذا الاقليم كلنا نحترق بواقع الاسعار لشعب النار كلنا نحترق لاننا كلنا منحدر من عائلات فقيرة اننا نحترق لنضيع قيمة هذا الوطن الحالكة لان مبقاش كيبان نجي مستقبل في هذا البلاد ولكن نقول لهم باننا مستعدون ان نحترق من اجل ان نرسم وجها جميلا لهذا الوطن ولمستقبل ابنائه على ان الوقفه ديالنا كتدخل الاسبوع الثاني ديالها واللي شفنا مجموعة الوقفات كيف كنكون واحد المسألة اللي باش نعرف على ما جدوى المؤسسات اللي رغم فقرنا وعطالتنا كنخلصوا من جيبنا مجموعة المؤسسات الإعلامية وكنقصد هاد